مرة تانية في سيدتي، وهنتكلم دلوقتي عن تأثير المشاكل الزوجية على الناحية السلوكية للأطفال مع ضيفتي الأستاذة ميرات السكري مدربة السعادة. أستاذة ميرات أهلا بيكي منورانا. أهلا بيكي شهيرة، ازيك؟ هنقدر نبقى سعدة ونتغلب كده على التوتر؟ والله ممكن، يعني دلوقتي العالم ربنا يعني حصل فتحة كبيرة، حاجة اسمها تقنية التخلص من المشاعر السلبية. وانا اتخصصت في العلم ده لما لقيت مصر ما عندهاش، بقاله 30 سنة بره على فكرة، تقنية التخلص من المشاعر السلبية. وهي طريقة زي الإبر الصينية بدون إبر، وهي كمان علم مش محتاج قوي اروح لحد يساعدني، احنا اللي بنعمله، نقدر نعمله نفسنا زي ما اتعلمنا نغسل سناننا وتعلمنا نغسل وشنا، احنا هنغسل المشاعر السلبية دي كل يوم. فلو عملنا كده كل يوم 15 دقايق بس، هنقدر نبتدي نبقى اسعد، لان بيحصل حاجات كتير قوي في العقل. مش هندخل في حاجات علميه النهارده، بس بيبتدي العقل يشوف، ينور في المنطقه السعيده او الحاجات اللي كويسه في الحياه، وكمان يفرز الهرمونات السعاده. لهم اسامي كتير طبعا، الدكاتره عارفين اساميها. احنا هنعمل ده عملي على الهوا، بس خلينا ده في اخر فقرتنا عشان المشاهدين يفضلوا عايزين متابعينا. في البدايه هسالك، هو احنا ليه احتاجنا ان احنا نروح لفكره تقنيه للتغلب على المشاعر السلبيه؟ هو احنا بشكل عام عالميا بقينا اكثر توترا؟ طبعا طبعا، الحياه الجديده او الحياه المودرن بتاعه الحياه حط التوتر اكتر على الناس. يعني لو رجعنا 200 سنه اقصى حاجه كان ايه؟ العامل بيشتغل او الفلاح بيشتغل، والحياه معلوش انظمه كتيره او قيود كتيره في الحياه. يعني النهارده مثلا ما عادش ينفع تبقي طالبه نص نص، ما عادش ينفع تكوني مش قاريه ومش فاهمه حاجات كتيره قوي. احنا مثلا لو بنتكلم على الاطفال النهارده، هنتكلم على الاطفال، الاطفال عليهم ضغوط جامده قوي، لازم يبقوا متفوقين، الاهالي معتقدين كلهم لازم يبقوا متفوقين في العلم. تاني حاجه عايزينهم كمان عندهم نوع من التفوق في نوع من انواع الرياضه. ده ضغط حتى في الوقت. انا لن انسى طفل مره جالي 12 سنه قال لي احنا مش لاقيين ميعاد انا وماما لدكتور، والاسنان المفروض اعمل كشف عينيا، بس ما بين التمارين وما بين الدروس انا مش لاقي طبعا وقت. المدرسه الصبح ودور دروس وتمارين هو حتى الطفل ال 12 سنه ابتدى يتضغط من دلوقتي وقتا. ثالث حاجه، عندك ضغوط جامده قوي طرقت على المجتمعات كلها في العالم، ما كانتش في مصر قوي لغايه التسعينات، جات لنا، كانت اكتر في امريكا. بيسموها البير بريشر او ذوي ذويهم. يعني الاطفال اللي حوالين الاطفال في المدارس، الاطفال اللي عندهم 7 و8 و9 سنين ابتدوا يتوتروا، لانه انت ليه لابس شكلك كده؟ انت ليه ما عندكش اللعبه دي؟ مقارنات رهيبه، وبقت ضغوط ان انت لازم تبقى الشكل معين. ايوه، عشان تتقبل. لعب معينه، لبس معين، والاصحاب ما بيقبولكش. طبعا دي بتزيد لما بنكبر، بس يمكن عبال ما بنكبر بنبتدي نفهم انفسنا، فبيبقى مش مشكله. مش لازم ابقى كوبي من صاحبتي. صحيح، بس الاطفال تحت ضغوط. ده غير طبعا ضغوط الحياه اللي على الاهالي نزلت على الولاد. يعني لو الاهالي بيتخانقوا او الاهالي علاقتهم وحشه زي ما حضرتك اتفضلتي في الاول، والبيوت ما بقتش زي ما فيها الجدود والعمات والخالات، فالطفل ما عندوش اللي بتدي الراحه النفسيه. بالظبط، كان ممكن يبقى الماما وبابا بيتخانقوا، بس في العمه في الجده بتشيل. النهارده البيوت اتقفلت على الناس برضو في العالم كله، فبقى الطفل محصور في الطاقه اللي موجوده جوه البيت ده. فطبعا غلابه. انا يعني حقيقي طبعا بتاخد شويه وقت، احنا مركزه على حاجتين، نعلم الكبار عشان يشيلوا اللي عليهم. أيوة. والحاجه الثانيه ان احنا نعلم الاطفال من اول يوم. انا يعني عندي برنامج بحاول ادخل العلم ده في المدارس. لان عايزه اقول لحضرتك، هو في اسرائيل، في المكسيك، في استراليا، في امريكا، في انجلترا، ابتدوا يدخلوه في المدارس. برنامج في المدارس عشان تساعد الاطفال يتغلبوا. يعني زي ما جت سنين على فكره كان في زي حملات في كل البلاد دي ان الناس تغسل سنانها. يعني لو رجعنا 200 سنه ما كانش الناس تغسل سنانها. حملات لازم نغسل وش لعقم ايدينا كده. فعايزه ادخل ده برضو كده عشان الولاد يطلعوا سويين اكتر. طيب انا هعرف برضو من حضرتك تفاصيل البرنامج ده، بس خلينا في الاول هنعرف هو ايه التأثير السلبي اللي بيحصل على اي طفل سواء كان ولد او بنت، من ان يكون الاب والام سواء ما بينهم مشاكل زوجية وهيستمر الزواج على هذا الوضع، او مشاكل زوجية ادت الى طلاق. الاثنين وحشين جدا، عشان كده برضو بننصح ان من اصله يا ريت نعمل الابحاث اللي ما قبل الزواج. أيوة. مع المتخصصين، انا ده مش تخصصي، اللي هي ما قبل الزواج عشان نفهم هننفع نتعامل مع بعض. لان لفتره كانت الاسس اللي الناس بتاخد فيها قرار على الزواج اسس سطحيه، معلش، متعلمه، متعلم، مع ماديات كذا، من عيله اسمها كذا، شكله كذا. ده ليس كافي ان ده معناها البارتنر بتاعك او رفيق الحياه. امال ايه اللي المفروض ناخده في الاعتبار تاني؟ حاجات كتير ليها دعوه بالقيم. مش بتكلمش على الصلاه والصوم. قيمنا لازم تبقى شبه بعض. طريقه فسحنا ده امر اساسي، لكن حاجه تكلم في يعني لازم
طريقه فسحي، طريقه سعادتي تبقى أيوة. شبه طريقه سعادتك. لو احنا لو انا بحب قوي الخروج بره والطبيعه أيوة. دي طريقه. ممكن حد تاني بيحب الاماكن الشيك وكده، هنفضل نخبط هنفضل طول الوقت وهو في اتجاه بالظبط. لو انا عندي قيمه عاليه للتعليم قوي احب احط فلوسي في التعليم، وحد تاني يحب المظاهر فدايما عايز يجيب العربيه او الموبايل او الكمبيوتر الاجدد، وانا لو عليا عايز اصرف كل حاجه على تعليم ولادي. دي قيم، هو قيم كتيره جدا على فكره لسه. طبعا وفي ناس متخصصه في مصر في الكلام ده دلوقتي، يتعمل قبل الجواز. اوكي اللي غلطنا بقى واتجوزنا. ايوه ما ده انا لسه كنت بنصحك، لان قيم كتيره وصعب ان في يعني ان احنا نقدر بنسبه كبيره طبعا نراعيها زي ما حضرتك بتقولي، بس فرضا فعلا حصل الزواج وفي اختلافات بالظبط ازاي نقدر ابطلنا في المرحله دي. اكتر الشعب متجوز اوريدي، اكترنا في المرحله دي يعني اللي خلاص ويمكن مش متوافقين 100%. تمام. طيب اول حاجه لازم طبعا نفهم ان الولاده حساسين قوي حسب السن، من 0 لـ7 هما بالنسبه لهم الام والاب بعد ربنا على طول. هما مثال. فلما بيلاقوا توتر جامد وزعيق وكده اوان بيتخضوا جدا، الخلايا العصبيه بتاعتهم غير خلايانا احنا. بتتوتر بسرعه قوي من الصوت العالي بيرعبهم. اوكي. لو حصل طبعا حاجه فيها عنف بيخافوا قوي، بيدخلوا في نفسهم قوي. اوكي. فانت بتخلقي اطفال مش متزنه مش مرتاحه. غير بقى لو حصل انفصال بيحصل مشاكل تانية، ان الطفل اول حاجه بيجي في ذهنه هم انفصلوا، لو هو عنده مثلا 3 أو 5 أو 7 بعد كده بيعقل اكتر. أوكي. بس لو هو في السن ده، وده حاصل دلوقتي في مصر، الناس بتتجوز في حدود 10 سنين بيكون الطلاق تم. أيوه. بيكون الطفل في حدود 3 5 حاجه زي كده. فالطفل ده اول حاجه بتيجي في ذهنه انا وحش. انا لو كنت طفل حلو، لو كنت ما عيطتش، لو كنت ما كسرتش اللعبه. هو تفكيره هو شايف ان هو جزء من المنظومه اللي اتحدد دي، فهو تفكيره بسيط قوي. بيحسب لو هو عرف كان يراضيهم كانوا هم بقوا كويسين مع بعض. ممكن يضغط على نفسه في حاجات محتاجها ماديا، في عيال ما بتاكلش تقول لك هم بيتخانقوا على الفلوس على طول، فانا قلت ما اكلش قوي ما اعملش ده ما اطلبش حاجات، يبتدي يلغي نفسه. ده لوحده بس ان انا مش كفايه، دي معناها البرنامج ده علماء النفس عارفينه ان انا مش كفايه، انا قليل. انا ما كفتهمش انه يبقوا سعداء يعرفوا يكملوا. هو بيقراها كده. فالطفل ده بيطلع بقى مهزوز فعلا. يطلع بقى حتى لو اديتيله احسن درجات العلم، حتى لو فعلا خد منصب، من جوه هو مش مالك كرسي، من جوه هو مش مرتاح، بيفضل دايما عنده احساس انه مش كفايه. ده مش كفايه. واحساس مش أوكي. كفايه ده يترجم في حاجات كتيره جدا في حياته بقى. طبعا. حتى معاملته مع الاخر بقى، الزوجه او الزوج، بتبقى عشان هو عنده النقص ده. فدايما بيحاول يثبت ان هم اللي وحشين، ما هي مرايه. دايما الناس بتطلع اللي جواها على الاخر، فبيبتدي يتعب اللي قدامه عشان هو يحس انه كفايه. يعني يقلل من اللي قدامه. أيوة. يقلل يقلل. ممكن تظهر كمدير اللي دايما يحسس الناس قليلين. انت مش كفايه، اللي عملته ده مش اي كلام. الشغل ده مش كويس قوي زي ما انت متخيل. فهو تعبان في كل الاتجاهات. في شغله هيبقى تعبان، في حياته هتعبان، واحتمال ينقلها لاولاده. تمام. اللي يضغط عليهم قوي في الدرجات وكده عشان يحسسهم انت مش كفايه. فانت متخيله توابع حاجه زي دي؟ حلو. طب عندي سؤال لحضرتك، ازاي بقى يعني الحالتين، سواء احنا في مشاكل زوجيه هنستمر بيها او طلاق، يعني الحالتين في اغلب الاحيان هيكون لا مفر منهم، اذا الطلاق هيتم واذا الخلافات الزوجيه هتستمر، ازاي نقلل الضرر والتاثير السلبي على الاطفال في كل حاله منهم؟ ده سؤال ممتاز. بصي يا استاذه شهيره، دلوقتي احنا الواحد لما ابنه بس بيجي له برد، انا مش هقول بقى جاله مرض صح، برد، الام بتعمل ايه؟ لا اتدفى، انزل بجاكيتة، هعمل لك شوربة فراخ، لا خد ليمون، حاجة بسيطة قوي، هو ما حصلش حاجة كبيرة برد. طيب احنا لما بنمر بطلاق لازم انا كعيلة بقى، انا والاب والام، ابتدي افهم ان انا في حالة غير طبيعية. ايوه احنا هندخل في طلاق، لازم اعمل مراعاه بقى، يعني البرد جبت له اكل معين، وبالتالي هناخد خطوات برضه غير خطوات. طبيعيه، احتمال اروح لدكتور نفساني اتعلم منه. أوكي. او اقرا كتب، او ادخل على النت، النهارده المعلومه موجوده، انا مش بقول لازم يصرفوا فلوس. تمام. اقرا شويه ازاي اخاطب الطفل حسب سنه، او ناخد معلومات من حضرتك دلوقتي، او ناخد من التلفزيونات المصريه، يعني من حضرتك حالا انت بتاخدي معايا، بس انا لازم اخد خطوات. يعني بقول لك انا اديتك ابسط مثال، برد عملت له حساب. طب لو اكتر من برد، لو عندي نزله معويه ولا نزله شعبيه، الام بتعمل ايه؟ بتاخد خطوات احسن، يمكن بتجيب دواء معين. احنا ليه بنتعتقد ان الحاجه النفسيه هتعدي عادي؟ ليه يعني انا لازم اواجهها، لازم اخد لها خطوات عشان تعدي، واعمل لها حساب قوي. ما اقولش هي هتعدي. انا جات لي ام خضتني صراحه، قالت لي هو يعني الطلاق هيفرق معاها؟ ما هو الناس كلها متطلقه. مين قالت الناس كلها متطلقه معناها اولادهم مرتاحين؟ ومين قال؟ وكمان في حد تاني، واحده تانية قالت لي جمله غريبه قوي، قالت لي ما كله بيتربى. يعني ايه كله بيتربى؟
كله بيتربى. اه كله بيتربى في الجواز من غير جواز بالطلاق مش مهم كله بيتربى. بس انت احنا كلنا اجساد، انت تعرفي جوه العلبه دي ايه؟ انت حاسه الشخص ده بيحس ايه وهو بينام؟ حاسه الشخص ده تعبان مع نفسه ايه؟ ما عندوش ثقه في نفسه. بلاش ثقه في النفس. من مشاكل الطلاق كمان مع الولاد ان بيجي لهم عدم ائتمان للاخرين، نون تراست. بيجي لهم هي الدنيا مش امينه قوي، مش طبعًا. امان، لان اكتر حاجه كان محتاجها الاثنين دول اتهزت واتهزت. ففي اي دقيقه هيحصل لي حاجه. يعني في اي دقيقه ده هيخني، ده هيدع يعني مدير شركه شغل. الناس مش امين اذا كان اهلي عملوا فيه عامله، هو بالنسبه له عملوا فيه عامله. خليني اخد من حضرتك برضو ايه يعني خطوات كده عمليه ملموسه بالنسبه للناس. على سبيل المثال لو اتكلمنا عن حاله الطلاق، بالتاكيد ان مثلا لو قلنا رقم واحد ان العلاقه تستمر ما بين يعني الزوج يعني والزوجه السابقه بشكل يعني يكون مريح للاطفال نفسيا، على الاقل لو اتكلمنا عن النقطه دي اعتقد انها ممكن بشكل متحضر. من ضمن الحاجات اللي بشكل متحضر. ايوه بالظبط كده، من ضمن الحاجات اللي ممكن تقلل من الاثار السلبيه للطلاق. ايه تاني نقط ممكن نلفت النظر ليها؟ ان انا فعلا لازم اعرف ان انا في حاله غير طبيعيه وابتدي ممكن انا نفسي كزوج او الزوجه اروح لحد برضو اتعامل معاه، افهم ازاي هتعامل معاه. وانا المشكله كمان ان الزوج او الزوجه بيمر بحاجات نفسيه هو نفسه. ما هو لمده 3 سنين بيقولوا لك دلوقتي بره، يعني سبحان الله في امريكا قال لك ممنوع تتجوز او تفكر تصاحب حتى قبل سنه. ليه؟ بيقول لك انت اصلا مهزوز، يعني ما ينفعش. مش في حاله نفسيه بالظبط، انت مش في حاله نفسيه طبيعيه. بلس بيقول لك انت تدخل ازاي اشخاص على الاطفال جداد في يوم بعد شهرين؟ ما ينفعش اقول له انا اتعرفت على طنط كذا او انا هتجوز الشخص ده. الطفل بيتهز جدا، فادوا نفسكم سنه كده الدنيا ترتاح. نقاهه يعني. نقاهه مش لما بنمرض. لما بنمرض بناخد نقاهه. انا عايزاهم يفكروا ان ده مرض، انا تعبت، انا تعبت نفسيا، انا مش لازم كنت تعبت جسديا. والتعب النفسي مهلك جدا، ممكن يكون اكتر من تعب الجسدي. لان الجسدي احنا فهمناه شويه وعلى فكره بنجري عليه بنتعالج، لكن النفسي احنا معتقدين كشعب بالذات انه عادي عديها، انه هيعدي. انما مرور الزمن هيعدي او هننسى. لا وبنضغط على نفسنا وبنضغط على الاخرين. على فكره حاجه بتقوليه ده مهم جدا، لان احنا فعلا كلنا بنتعامل مع المشاكل النفسيه على اساس ان الزمن هو اللي هيعالجها وان لما هيمر الزمن هننساها. لا زي ما حضرتك قلتي، طالما في دور برد لازم يتاخد له اجراءات عشان يعدي. برضو اي مشكله نفسيه بنواجهها ما نغمضش عينينا ونقول انها كام يوم او كام شهر وهننساها. لا لازم يتاخد لها خطوات، لازم نقرا لها زي ما حضرتك بتقولي عشان نعديها من غير خسائر. هي هتعدي، بس تفرق بقى انها هتعدي بتاثيرات او شكلها عدت ازاي بالظبط. أيوة عدت ازاي. وبعدين يعني طبعا الزمن شويه بيعدل الامور، لان طبعًا الزمن بيصلح، دي حاجه علميه بيحصل في العقل. ولكن احنا بنقابل ناس بعد 40 سنه يقول لك يوم لا ما انا فشلت في جوازتي، ودي عامله له علامه كبيره وممكن تخليه مش عارف ينجح في حاجات تانية لانه بالنسبه له عقله شاف فشل. تمام. طبعا عشان عايزه الحق وقتنا، عشان احنا وعدنا مشاهدينا بان احنا في اخر فقرتنا هنوريهم عملي ازاي ان احنا ممكن نقدر نتخلص من التوتر بحركات احنا بنقوم بيها، مش محتاجين ولا طبيب ولا محتاجين حاجه. الاساس 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 احنا عايزين الناس اللي عندها اطفال لغايه 7 8 سنين 10 سنين على الاقل، نقول 8 سنين، جنبهم على السرير بالليل زي ما غسلوا لهم وشهم قبل ما يناموا. هنعمل غسيل المشاعر وهنبتدي نقول للطفل انت ايه اللي ضايقك النهارده؟ يعني المدرسة شخطت فيك، نسيت السندوتشات، بابا اتأخر عليك لما يجي ياخدك من المدرسة، أي حاجة، صاحبك اتريق عليك، حاجات بايخة. يعني خليه يطلع أي حاجة يقولها لنا ونبتدي بقى نقول له هنعمل الحاجة دي. وبنبدأ مع الأطفال على فكرة من 3 سنين. أول ما بيقدروا يتكلموا بنقدر نلعب معاهم. أيوة. ونبتدي هنعمل الـ8 نقط اللي أنا هوريها لك دلوقتي، وهتخليه يخبط معاكي وهتقوليه يقول المشكلة. مثلا نفترض إنه صاحبي ما رضاش يعزمني على عيد ميلاده، هي تبان هايفه بس هي بالنسبه له كبيره قوي طبعا. فهنقول ما رضاش يعزمني على عيد ميلاده، عزم الفصل كله، بص لي كده وقال لي انا مش هعزمك. يمكن الولد كان رزل والعيال بتبقى رزله مع بعض احيانا. ايوه الولاد لا على طبيعتهم الولاد لسه ما تروضوش يعني. طبعا. وزعلني وضايقني وكذا. هم 8 نقط انا هوريهم تاني. هتقولوا معقوله ده هيريح الطفل؟ دي حاجات نقاط كاننا حطينا ابره صينيه مع طريقه الكلام، لانه الكلام ده في الثمانينات في علوم السيكولوجي او علوم النفسيه لقوا ان طريقه الكلام بتبرمج العقل. التخبيط ده من علوم الصينيه بقى اللي هي زي علوم الابره الصينيه. كل خبطه متصله بحاجه في العقل والجسم، في هرمونات سعاده بتنزل وفي حاجات تانية بتحصل كتير.
هناخد الثمان نقط. أول احنا عايزين بالارقام، واحد اول الحاجب جنب الحاجب، تحت العين ثلاثة، تحت المناخير أربعة، تحت الشفايف خمسة، هنا على الصدر ستة، تحت البياض كده، وبنقول لهم زي زي القرود، هنخبط زي القرود يا اولاد كده هنا، واخر واحدة هنا. هو اللي يقول ويخبط، خليه يشتكي، خليه يشتكي. اوكي وعلمين لاي حاجه تضايقه حتى في الفصل، لف كده يا حبيبي، احنا بنعلم الاطفال كده، ده عشان كل يوم نغسل يعني زي ما بنقول ايه، ممنوع ما حدش بيخلي ولاده ينام بولادهم وايديهم مش نظيفه، مظبوط؟ يعني مش معقول بتراب هينام، معقوله اخليه ينام وهو زعلان سنه؟ ان في مشاعر سلبيه، مشاعر سلبيه بتتكون في الجسم ومع الزمن لو كتير قوي قوي غير اللي يطلع مش مظبوط. لا ده هي دي النهارده منظمه الصحه العالميه قالت هي دي اساس الامراض، واللي هو اللي جاله برد ده ثلاثة في اوضه، ليه ده بيجي له برد؟ بيقول اصل مناعته اضعف. طب مناعته اضعف ليه؟ لان يعني نفسيا المناعه مهدوده. تمام. من اي حاجه. طيب واللي حضرتك عملته لنا ده طبعا للكبار برضو، سواء يس اطفال للكبار يعني يمكن بنطور بيه، بس نفس الثمان نقط يستعملوا للكبار والصغيرين. عندك انا عامله 200 فيديو الناس تقدر تدخل تتفرج عليهم برضو. اوكي واحنا شفناهم برضو، هو عملي معانا النهارده في سيدتي. نورتيني الاستاذه ميرات السكري مدربه السعاده، شكرا لحضرتك نورتينا. شكرا ليك. فاصل وهنرجع مع الخبيره التربويه الدكتوره شاديه رضا، واهم المشكلات اللي ممكن تواجهها اي ام مع طفلها في السنوات الأولى من عمره. خليكم معانا.